السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم حابين نتكلم معكم في موضوع دردشة سريعة كده، كل مرة نختار لنا موضوع نتكلم فيه شوية ندردش فيه شوية. شرحت الموضوع ده قبل كده في عملية شراء السيارات. ايش اهم ثلاثة معايير في شراء السيارات؟ عندنا مليون مرة وهنعيده تاني، ولو عندكم اي ملاحظات على موضوع دردشات جانبية هنا ولا هناك غير تجارب السيارات وغير نصيحة في دقيقة، ادونا خبر الله يسعدكم. شراء السيارة يعتمد على ثلاثة مواضيع أو ثلاثة قرارات. القرار الأول أنا أحترمه تماما وأقدره تماما بس لا أضع له أي حساب، اللي هو الذوق الشخصي. جازت لي السيارة، حبيت السيارة، ناسبتني، مغرم فيها، طايح عندها، كل دي مواضيع الله يسعدكم أنا أحترمها وأقدرها وأقدر أرى الناس كاملة وذوقهم. فيجيك أحد للأسف قليل ذوق، هذا ذوقه يعني انتم بكرامه، هذا ذوقه فيه، هذا ذوقه يا عمي. مين انت الله يسعدك؟ ما انت مركز الكون حتى تقرر ايش ازواق الناس ومين الذكي اللي اشترى ومين اللي ما هو ذكي وما اشترى السياره دي. مش انت، ما انت مهم ولا رايك مهم، فلا تحط لنفسك يعني لا تحط لنفسك قيمه فوق وزنك وحجمك انك تقلل من الناس ومن ارائهم ومن ازواقهم. هذا واحد، دائما نقول دول يعني حسب نفسه مركز الكون والكره الارضيه بتلف حوله وباقي الكواكب ولا حاطط نفسه سنتر الشمس لكل شيء اللي في حوله. طيب الان خلصنا يا جماعه دول، في القرارين المهمه جدا جدا. القرار منطقي بحت ما في اي عاطفه، السلامه تاتي اولا، المناطق العمياء، الارباقات، الحديد الصلب، التفاصيل هذه كامله اللي هي السلامه السالبه، بعدين ندخل في السلامه الموجبه اللي هي الحفاظ على المسار اللي هو الرادار الذكي وبعض التفاصيل الثانيه. طيب هذا السلامة أولا، هذا قلنا قرار منطقي بحت. القرار اللي هو العاطفي اللي قلنا عليه اللي هو زوجك الشخصي، هذا قرار عاطفي بحت اللي تكلمنا عنه زوجك الشخصي. المنطقي البحت اللي هو السلامة أولا. الخليط القرار الثالث اللي هو خليط بين عاطفي ومنطقي اللي هو value for money. دائما أقول لك كل حجر له أجرة أو مقابل كم دافع ايش هتاخذ مقابل. يعني انا حطيت 10 ريال ايش هاخذ مواصفات ب 15 ريال، حطيت في السياره مثلا 50 ريال ايش المواصفات اللي هاخذها، والله حنعطيك مواصفات ودلع بما قيمته 65 ريال كمثال. لكن انا ادفع فلوس اكثر عشان اخذ مواصفات اقل مقابل اسم، ما المعادله هنا خربانه ما هي ظابطه. فنرجع قرار عاطفي اللي هو زوجك الشخصي، قرار منطقي السلامه اولا واخيرا ما فيها مفاوضه، بعدين عندنا القرار اللي هو خليط عاطفي على منطقي اللي هو الله يسعدكم value for money، مواصفات وخدمات مقابل مبلغ. لما تطبق الثلاثة المقياسين الثاني والثالث ده على وجه الخصوص حتبتدي يصير قرار شراء السيارات منطقي جدا، ما هو عاطفي ولا هو حسب الهوى أو زي ما يقولوا حسب البرسبشن. في وكلاء بتدفع فلوس كتير عشان يحطك في، وبعدين ميزانية التسويق بالمية والمية وثلاثين مليون ريال سنويا عشان يحطك في انطباع معين، ما اشتريت السيارة هذه فأنت عندك شيء ناقص. فأول مصانع بتسويها علم نفس، فخليكم دائما واعين وحريصين لمصلحتك الشخصية، تدفع كم تأخذ مقابله إيش بعد مواصفات الأمان. إن شاء الله يجعل الأمان بيد الله سبحانه وتعالى. أتمنى كده اليوم قدرنا ندردش معكم على شيء بسيط، ولو عندكم أي اقتراحات لمواضيع تانية ندردش فيها أنا حاضر وفي الخدمة. أي ملاحظات أي أفكار يسعدني يشرفني أخدمكم فيها ونتكلم فيها سوا. شكرا لكم.